إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع روزي خوري. مساء الخير إلى عناوين النشرة. العاصفة فلاديمير بلغت ذروتها والثلوج لامست 300 متر وتنحسر غدا مخلفة تدنيا في درجات الحرارة. لبنان والعالم يحتفلان بحلول السنة الجديدة، وعظات القدديس ترجو السلام والطمأنينة. قتلان إسرائيليان وعدد من الجرحى في عمليتي إطلاق نار وسط تل أبيب. كل عام وأنتم بخير. العاصفة الثلجية فلاديمير لم تبرح الأجواء اللبنانية، فهي جمدت الدماء في عروق الحركة السياسية المعطلة أصلا بفعل فرصة الأعياد. والعاصفة نفسها قطعت أوصال المناطق اللبنانية في الجبال، وعلقت السيارات على الطرق في أكثر من منطقة في المتن وشوف وكسروان والبقاع، لتلامس ثلوج 300 متر في منطقة عكار. انشغال اللبنانيين بالعاصفة تزامن مع احتفالات وداع عام واستقبال آخر، وسط قدديس أطلقت العنان للأماني بأن يحمل العام الجديد الحلول لأزمة الشغور الرئاسي ولما تعانيه البلاد من أزمات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. أما العالم فاحتفل بالعام الجديد على وقع التهديدات الإرهابية، حيث امتلأت ساحات عدد من المدن برجال الشرطة وبالإجراءات الأمنية المشددة. إذن اشتدت العاصفة فلاديمير في الساعات الأولى من هذا العام، فقد استفاق اللبنانيون والثلوج تغطي المرتفعات فيما قطعت معظم الطرق الجبلية. آخر مستجدات العاصفة مباشرة من منطقة بحمدون مع مها حطيط. مها، ماذا عن أحوال الطرقات وبالتالي ماذا عن الاستعدادات لمواجهة هذه العاصفة؟ نعم روزي، يعني في طريقنا من بيروت إلى بحمدون هنا حيث نقف، كانت القوى الأمنية تعمل على قطع الطرقات منذ يعني من صوفر بدأ قطع الطرقات وصولا إلى هذه المنطقة، حيث تقوم القوى الأمنية بمنع السيارات من سلوك الطرقات حتى المجهزة بسلاسل معدنية أو رباعية الدفع، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين بعد حدوث أكثر من حالة يعني سيارات علقت في ثلوج اليوم وحصرتها الثلوج. هذا الأمر دفع بالقوى الأمنية لاتخاذ هذه الإجراءات. طبعا الحرارة متدنية جدا هنا حيث نقف هي ما دون الصفر، كما ذكرت روزي الثلوج لامست 300 متر في المناطق الشمالية، أما في المناطق الجبلية فهي بين 500 إلى 700 متر. يعني في اتصال هاتفي مع رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي مارك وهيبي، قال إن العاصفة ستبقى على حالها اليوم وهي ستبدأ بالانحسار منذ يعني غد السبت، لكن هو شدد وقال إن ما يحصل الآن هو طبيعي جدا، حتى إن الثلوج تأخرت هذه السنة وكان من المفترض أن تبدأ في شهر كانون الأول. إذا روزي القوى الأمنية تمنع المواطنين من سلوك الطرقات التي يعني عليها الثلوج حفاظا على سلامتهم، ويعني طبعا بانتظار أن تبدأ العاصفة بالانحسار. أحوال المناطق يعني وكيف عاشت هذه العاصفة في هذا التقرير. نعم سنعود إلى هذا التقرير إذن مها فور جهوزه. فيما ظللت التهديدات الإرهابية الاحتفالات بالعام الجديد لا سيما في أوروبا، عمت الاحتفالات المناطق اللبنانية كافة، ورغم برودة الطقس فقد خرجت مسيرات فرح جابت شوارع العاصمة والمناطق. هكذا طوى اللبنانيون والوافدون إلى لبنان العام 2015 متحدين بالفرح كل المآسي التي حملتها السنة المنصرمة، فيما العيون تبقى شاخصة على عام جديد وأمل جديد. البعض فضل التعبير عن أمنياته بطريقة مختلفة. لو تسألني عن إيمان بيصرخ جرحي وتنهيدي، بتمنى يحيا لبنان بطلت هالسنة جديدة. هذا
آخرون تمنوا أن تحمل سنة 2016 حلولا للأزمتين السياسية والاقتصادية. أتمنى للسنة الجديدة لبنان يضل بألف خير، ولبنان شعب، الشعب اللبناني شعب عظيم، شعب جبير صراحة يعني، بس مشكلتنا مع السياسيين احنا. ان شاء الله دايما افراح وسعاده مع كل العالم. بتمنى البلد الخير والعالم كلها تحب بعض ومن بعد شوي عن السياسه، لانه السياسه خربتنا خراب. ان شاء الله بيجينا رئيس جمهوريه وبيشيلوا لنا هالزباله وتكون سنه خير على الجميع يا رب. تنشال من عنا زباله اهم شيء. ولا اول شيء مثل ما قلت فيت انه عن جد هالبلد تكون شوي صغيره احسن، ونضلنا دائما مبسوطين. جايين من مصر تنعيد بلبنان. ايوه. وان شاء الله تكون سنة خير على لبنان واهل لبنان. ان شاء الله تكون سنة خير على الجميع وعلى التلفزيون، خاصة تلفزيون المستقبل. الله يقويكم ويعطيكم العافية. الشعارات السياسية لم تغب، ولعل اللافت هذا العام امتزاج شعارات القواتيين بالعونيين. الأجواء الصاخبة استمرت حتى ساعات الفجر الأولى واقترنت بصياح الديك. العام الجديد تأرجحت مواقف اللبنانيين بين متفائل ومتشائم. تقرير معتصم حميدو. عام جديد يمر على اللبنانيين ولا يزالون على حالهم منقسمين حتى لناحية التفاؤل والتشاؤم، مما ستحمله عليهم سنة 2016 من نعم أو نقم. العام الجديد لن يكشف ما في جعبته سريعا، لكن عيون اللبنانيين شاخصة إلى الوضع الاقتصادي الذي يثقل يومياتهم الصعبة. كثير تعبان الوضع الاقتصادي بلبنان، وصراحة مش عارفين كيف بدنا نعيش، يعني ما بقدر إلا غير هيك. الحياة الاجتماعيات ما في شيء تغير من سنين، فهلا السنة هيدي بشك إنه تتغير. لأنه 2015 الله يرحمها هلكت العالم، مش هيك؟ هلا يمكن يتغير الأمور، تصير حياة حلوة. ننسى 2015 2014 و13 ونبلش صفحة جديدة إن شاء الله. نحن بعدنا مجوزين جديد، فنتمنى تكون سنة خير علينا. لبنان بهذا العام يكون عام الوفاء، عام يكون في رئيس جمهورية، يكون في مجلس وزراء، يكون في مجلس نيابي حقيقي ومنتخب. شايف الأمل والتفاؤل، نتمنى يعني، والهيئة إن أحسن إن شاء الله حسب ما عم نسمع. بكفينا لأن ولبعض السياح العرب تمنيات للبنان والعالم. عم الخير والأمان على البلاد كلهم، بلاد العربية وبلبنان وبسوريا كمان. أتمنى أنه تنتهي الحرب وما يضل الحرب بالبلد. إن شاء الله كل خير، يعني أنه الواحد بتوقع خير. إن شاء الله حتى مبارك وتحكي بهذا الموضوع، إن شاء الله تكون سنة خير علينا جميعا وكل عام بخير. عمان أردن. عام رحل وآخر جاء، واللبناني يبقى معلقا بالأمال عوضا عن التغيير. الأمل بانفراج على كل الصعد، أمنيات اللبنانيين الذين ذاقوا الويل من عام 2015. من بيروت معتصم حميدو، تلفزيون المستقبل. العواصم العربية والغربية بدورها استقبلت العام الجديد بعروض خلابة للألعاب النارية رصدت لها موازنات ضخمة. إنها رحلة العبور من العام 2015 إلى العام 2016، سنة جديدة تسلمت أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية، ولكن العالم استقبلها بأبهى حلة. كما جرت العادة سنويا، خطفت الأنظار احتفالات رأس السنة في برج خليفة بدبي، أعلى ناطحة سحاب في العالم. عروض ضوئية وألعاب نارية ضخمة ازدانت بها سماء دبي طوال 20 دقيقة على وقع صيحات المواطنين والسياح. في العاصمة الفرنسية باريس خيم شبح الهجمات الإرهابية الأخيرة على احتفالات رأس السنة، حيث انتشر رجال الأمن بكثافة في جدة الشانزليزيه التي أحيت المناسبة بعروض ضوئية خلابة وموسيقى صاخبة بغياب الألعاب النارية التي ألغيت أيضا في العاصمة البلجيكية بروكسل. أكثر من مليون شخص استقبلوا العام الجديد في ساحة التايمز بنيويورك، وعلى وقع الألعاب النارية تابعت الحشود التقليد السنوي بإنزال كرة الكريستال العملاقة في الثواني الأخيرة من العام 2015.
عرض مميز للألعاب النارية شهدته العاصمة البريطانية لندن على مرأى من مئات الأشخاص، فيما انتشر 3000 شرطي في محيط مبنى البرلمان وبرج ساعة بيج بان، إلى ألمانيا حيث تجمهر المئات عند بوابة براندنبورغ لاستقبال العام الجديد بالهواء الطلق رغم البرد القارس والسماء الملبدة بالغيوم. المشهد نفسه تكرر في سماء العاصمة اليونانية التي ازدانت بالألعاب النارية أمام عشرات آلاف المواطنين والسياح الذين تحاملوا على درجات الحرارة المتدنية وودعوا العام 2015 إلى غير رجعة. وفي العاصمة الروسية موسكو أغلقت الشرطة للمرة الأولى الساحة الحمراء مكان التجمع الرمزي لاحتفالات رأس السنة بسبب مخاوف من هجمات إرهابية، ولكن أجواء العيد في باقي أنحاء المدينة لم تتأثر بهذا الإجراء الاحترازي. وللبرازيل محطة مميزة سنويا مع احتفالات رأس السنة التي تابعها هذا العام ما يزيد عن 2 مليون شخص عند شاطئ الكوبا كابانا في ريو دي جانيرو، وقد ازدانت السماء بشعار أولمبياد 2016 الذي ستستضيفه البلاد في آب المقبل. نعود إلى العاصفة فلاديمير وجولتها على المناطق اللبنانية في هذا التقرير المفصل. وبدأ اللبنانيون يومهم الأول من السنة الجديدة بهذه اللوحة البيضاء التي زينت معظم المناطق الجبلية. فلاديمير صدق بوعده وتكدست الثلوج على المرتفعات، ففي بعلبك كما معظم المناطق البقاعية استفاق المواطنون على ثلوج لم يتوقف تساقطها منذ ساعات الليل. الطرق الفرعية قطعت فيما تم العمل على فتح الطرقات الرئيسية. قوة العاصفة التي ترافقت مع موجة صقيع ورياح شديدة أدت أيضا إلى اقتلاع شجرة معمرة من مكانها، فعمل المواطنون على رفعها لتسهيل حركة المرور. كما أدت العاصفة إلى انقطاع الاتصالات الهاتفية والتيار الكهربائي في مناطق بقاعية عدة. طريق المريجات ظهر البيدر بحمدون قطعت أيضا وبالكامل بفعل تكدس الثلوج وانعدام الرؤية، وسط نداء من قوى الأمن بعدم سلوك هذه الطريق بسبب تكون طبقة من الجليد وسوء الأحوال الجوية. ومن البقاع إلى الشمال وتحديدا في عكار التي استقبلت العام الجديد بالوشاح الأبيض في مختلف القرى والبلدات، ولامست الثلوج البلدات الساحلية على ارتفاع 300 متر. الطرق الجبلية أقفلت وأولها طريق عام الجومي عكار العتيقة، فنيدق الجرد لقبيات الهرمل، كما قرى وبلدات وادي خالد وأكروم حيث تعمل جرافات على فتح الطرق إفساحا في المجال أمام المواطنين للتنقل وشراء حاجياتهم. تواصل العاصفة مش قادرين نحن نفتح الطرقات بشكل جيد، التركيز على الخط الرئيسي حتى ما ينقطع الجرد عن الساحل، لأنه في عنا كتير حالات تستدعي الانتقال لعدم وجود مستشفيات. فالوضع بشكل عام حتى الآن تحت السيطرة، نأمل من الوزارات المعنية مواكبتنا لتمر الليلة المقبلة لأنه هي حتكون الأعنف. بس بدنا شغلي بشين الطريق العام مشان انه تضل حركة السير مفتوحة بين البرج بين المنطقة الجومي وحلبة، مشان اي حدا مريض اي بيطلع الخبز من تحت. اما الاطفال فضحكاتهم زينت هذا المشهد الجميل. مناطق الشوف صبغت ايضا باللون الابيض حيث تساقطت الثلوج ابتداء من 900 متر وما فوق، ما ادى الى قطع طريق الباروك معاصر الشوف كفرية وطريق جباع الخريبي مرستي في الشوف الاعلى، ودأب الاهالي على تأمين حاجياتهم من مازوت ومواد غذائية خوفا من اشتداد العاصفة، فيما عملت سيارات الصليب الاحمر على نقل المرضى العالقة سياراتهم وسط الثلوج الى المستشفيات. في صيدا اختلف المشهد، فرغم الطقس العاصفي والممطر وموجة الصقيع قرر أحد المواطنين تحدي العاصفة بممارسة هواية السباحة. وكانت العاصفة شلت حركتي الملاحة والصيد البحري في ميناء المدينة بفعل تساقط الأمطار بغزارة على الساحل، وقد تخللتها في بعض قرى شرق صيدا زخات من حبات البرد صباحا، الثلوج بدءا من ارتفاع 1000 متر وطرقاتها سالكة فقط أمام السيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية. وفي شبعة أدى تساقط الكثيف للثلوج إلى انقطاع عدد من الطرقات، وعملت الجرافات على فتحها بمشاركة قوات من اليونيفيل التي استخدمت جرافاتها خصوصا بين كفرشوبة وشبعة.
انتقد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي مرور شهر على إعلان المبادرة الجدية والمدعومة دوليا بشأن انتخاب رئيس للجمهورية من دون مقاربتها جديا من قبل الكتل السياسية. ودعا الراعي خلال قداس ترأسه لحلول رأس السنة الجديدة للتمييز بين مبادرة انتخاب الرئيس والاسم المطروح. في قداس رأس السنة الجديدة في كنيسة السيد في الصرح البطريركي، جدد البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي دعوته للتمييز بين مبادرة انتخاب رئيس الجمهورية والاسم المطروح، منتقدا عدم التجاوب مع هذه المبادرة المدعومة دوليا من قبل الأفرقاء السياسيين. واعتبر الراعي أن اللامبالاة بانتخاب رأس لجسم الوطن تنبسط إلى لامبالاة بالحياة الاقتصادية، راجيا أن تكون السنة الجديدة ملأ بالخير والنعم والسلام على اللبنانيين العالم. ذروة هذه اللامبالاة القتالة هي عناد الكتل السياسية والنيابية في الإحجام عن انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو المحرك الوحيد والأساسي للمؤسستين الدستوريتين المجلس النيابي كسلطة للتشريع والمساءلة والمحاسبة والحكومة كسلطة للإجراء والتنفيذ. ومن المؤسف حقا أن يمر شهر على إعلان المبادرة العملية الجدية المدعومة دوليا بشأن انتخاب رئيس للجمهورية من دون مقاربتها جديا من قبل الكتل السياسية والنيابية عندنا. إننا نعود ونكرر التمييز بين مبادرة انتخاب رئيس والاسم المطروح. المقاربة تقتضي أولاً التزام الجميع بانتخاب الرئيس، وثانياً التداول والتشاور بشأن الاسم الذي يحظى بالأغلبية المطلوبة في الدستور كمرشح للرئاسة. ومن الأفضل والأسلم ديمقراطيا الوصول إلى المجلس النيابي بمرشحين. كما استقبل الراعي المهنئين بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية والتقى المؤمنين المشاركين بالقداس. وفي كاتدرائية النبي إيليا في ساحة النجم ترأس متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي قداسا خلى من الكلام السياسي والوطني ودعا فيه إلى أن يكون هذا العام مباركا على الجميع وحافزا للتخلي عن كل ما يبعدنا عن الله وعن الرحمة والمحبة والإيمان. وفي الكنيسة الإنجيلية في وسط بيروت أقيم قداس تم خلاله الحديث عن معاني العيد والبدء بسنة جديدة والابتعاد عن رتابة الحياة والتطلع نحو أيام أفضل. وفي الفاتيكان دعا البابا فرانسيس إلى مكافحة البؤس والظلم والعنف في العالم، وذلك في عظاته الأولى للعام 2016. لمناسبة يوم السلام العالمي ترأس البابا فرانسيس قداس اليوم الأول من العام الجديد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. البابا شدد في عظته على ضرورة مكافحة سيل البؤس والظلم والعنف في العالم التي تجرح يوميا إنسانيتنا. إلى متى يمكن أن نسمح للشر بنشر العنف والكراهية في عالمنا وإذاء الأبرياء؟ يجب بناء عالم عادل وأخوي، عالم يمكن فيه لأي شخص وأي مخلوق أن يعيش بسلام. علينا أن نولد من جديد وأن نتخطى الشفافية الزائفة حيال الصراعات والجوع والاضطهاد الذي يتسبب في نزوح مميت للاجئين. يشار إلى أن تعزيزات أمنية استثنائية واكبت القداس الأول في العام 2016 في الفاتيكان، حيث نصبت حواجز لتفتيش نحو 10,000 شخص تقاطروا للمشاركة في قداس رأس السنة. بونجورنو وبون أنو. وتتابعون في نشرة بعد الفاصل. الحكومة اللبنانية في العام 2015 عقبات وإنجازات. إفادات لافتة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في العام المنصرم. أهلا بكم من جديد، المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء.
العاصفة فلاديمير بلغت ذروتها والثلوج لامست 300 متر وتنحسر غدا مخلفة تدنيا في درجات الحرارة. لبنان والعالم احتفلا بحلول السنة الجديدة وشبح الإرهاب خيم على عواصم عدة. عظات قداديس العيد ترجو السلام والطمأنينة. واجهت الحكومة اللبنانية على مدى العام 2015 صعوبات جمة بسبب الشلل الذي أصابها، وعلى الرغم من الصعوبات تمكنت من تحقيق إنجازين: إطلاق سراح العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة وإيجاد حل لمشكلة النفايات عبر ترحيلها إلى الخارج على أمل أن يتم التنفيذ مع بداية هذا العام. تقرير شهير إدريس. سنة وعشرة أشهر مرت على تشكيل حكومة المصلحة الوطنية برئاسة تمام سلام، لكن ما أنتجته لم يكن قدر عمرها. في أوائل العام 2015 اصطدم مجلس الوزراء بآلية عمله الذي تضمن ضرورة توقيع جميع الوزراء على المراسيم، مما أدى إلى عدم إقرار بعضها وتعطيل عمل الحكومة، وهذا ما دفع برئيس الحكومة تمام سلام وعدد من الوزراء المؤيدين له إلى المطالبة بتعديل هذه الآلية والعودة إلى نص الدستور، لا سيما المادة 65 التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالأكثرية في المواضيع العادية وبأكثرية الثلثين في عدد من المواضيع المهمة. وعلى الرغم من تحقيق حكومة سلام بعض الإنجازات، لا سيما في التعيينات والخطط الأمنية في الشمال والبقاع وسجن رومي والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار وعدم الانهيار، فشلت الحكومة بسبب تعطيل بعض أطرافها من إنجاز ملفات مهمة. الرئيس سلام أصر على تحصين العمل الحكومي وعدم شل المؤسسة الوحيدة التي تعمل، على الرغم من تلويحه بالاستقالة أكثر من مرة. التيار العوني وحزب الله والمرد والطشناق اتهموا مجلس الوزراء بأنه يشهد سرقة موصوفة وعملية خطف لصلاحيات رئيس الجمهورية بغيابه، وجاء انسحابهم من الحكومة على خلفية صدور قرارات ومراسيم بتوقيع 18 وزيرا، وهو ما اعتبر من قبل حزب الله تجاوزا لفريق سياسي وخروج عن الشراكة الحقيقية. في مرحلة لاحقة حضرت مسألة تعيين قائد الجيش قبل موعد نهاية ولايته، فكانت الشعرة التي قسمت الحكومة وعطلت أعمالها مجددا، فأعلن وزراء التيار الوطني الحر عدم المشاركة في الحكومة قبل تعيين قائد للجيش، إلا أن وزير الدفاع سمير مقبل اتخذ قرارا بتمديد ولاية العماد جون قهوجي وعدد من الضباط. كما أن مسألة رواتب العسكريين شكلت أيضا مادة للنقاش بسبب عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل عليها، فأوجدت صيغة جديدة تم بموجبها حلحلة هذه الأزمة. إلا أن الأزمة الأكبر التي واجهت الحكومة في العام 2015 كانت مشكلة النفايات التي لا زالت تتفاعل حتى اليوم. فعلى وقع الشارع وتظاهرات المجتمع المدني أحيل الملف من الوزير محمد المشنوق إلى الوزير أكرم شهيب بعد قضية المناقصات والأسعار والمطالبة باستقالة المشنوق، وعقب أشهر من المفاوضات على أكثر من صعيد بشأن المطامر وإيجاد حلول بديلة، وصلت اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف إلى حائط مسدود بسبب الخلافات والتباينات في الرأي، مما استدعى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء كانت الوحيدة بعد شلل مطول، وجرى خلالها اتخاذ القرار بدعم عكار بمئة مليون دولار للمشاريع الإنمائية والبحث في طروحات جديدة. قرار إنشاء المطامر لم ينجح على الرغم من دعم البلديات لتعود المفاوضات مجددا بشأن مسألة ترحيل النفايات، وعقدت جلسة استثنائية ثانية بعد التوافق السياسي على ضرورة حلحلة هذا الملف الذي وصفه الرئيس سلام بالكارثي، واتخذ القرار بشأنه بانتظار التنفيذ. وبعد ملف النفايات توجت حكومة لبنان هذا العام أعمالها المعطلة منذ أواخر شهر آب بحل ملف العسكريين المختطفين وإعادة 16 منهم كانوا مختطفين لدى جبهة النصرة إلى أحضان الوطن بعد مفاوضات شاقة استمرت على مدى سنة وستة أشهر، وهي مستمرة في العمل من أجل إطلاق سراح العسكريين الموجودين لدى داعش، علها تحقق إنجازا جديدا على الرغم من تعثر عملها الذي قد يعود بعد فترة الأعياد بحسب ما تم التوافق عليه في الجلسة الأخيرة للحوار، ومن أجل إنهاء سنة قاتمة سياسيا من عمر هذه الحكومة. تطورات لافتة شهدتها المحاكمات الجارية في لاهاي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في العام 2015، وبانتظار استئناف جلساتها في 12 من الشهر الحالي، نتوقف عند ما شهدته محاكمات العام المنصرم في هذا التقرير لشرب العبود. في العام الثاني من انطلاق المحاكمات في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه
وصلت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادات الشهود في قضية الإدعاء، إفادات تنوعت بين الأجواء السياسية التي سبقت الاغتيال ورافقته وأخرى تقنية تحدثت عن أدلة إضافية في موضوع الاتصالات وأحمد أبو عدس الذي أعلن زورا تنفيذه عملية انتحارية فجرت موكب الرئيس الشهيد. في الشق السياسي استمعت الغرفة إلى سلسلة إفادات لسياسيين قريبين من الرئيس الشهيد ولمستشارين عملوا إلى جانبه وصحفيين عاصروه وكانوا على اطلاع بالتطورات السياسية التي عاشتها البلاد واللقاءات التي عقدها الرئيس الشهيد في تلك الفترة مع مسؤولين وضباط سوريين في لبنان ودمشق. وفي هذا الإطار استمعت المحكمة الدولية إلى إفادات عديدة أبرزها للرئيس فؤاد السنيورة الذي كشف عن ما أخبره إياه الرئيس الحريري عن كشف محاولات عدة لاغتياله من قبل حزب الله. وفي إفادات السياسيين قراءة في تلك المرحلة للنواب مروان حميدة وباسم السبع وعاطف مجدلاني ولمستشار الرئيس الحريري آنذاك هاني حمود وغيرهم من الذين أعطوا لمحة عن مواقف الرئيس الحريري ولقاءاته السياسية خصوصا تلك التي عقدها مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. والجديد الذي عرضته المحكمة الدولية تسجيلات صوتية للقاءات عقدها الرئيس الحريري قبيل الجريمة مع وليد المعلم ورسوم غزيلي وفيها انعكاس لتدهور العلاقة بين الرئيس الشهيد والوصاية السورية والتضييق الذي مارسته أجهزتها الاستخباراتية قبيل الانتخابات النيابية. أما في الشق التقني فوصلت غرفة الدرجة الأولى الاستماع إلى إفادات خبراء في الاتصالات والذين تحدثوا عن كيفية تحليل هذه الاتصالات والأرقام وحركتها والأبراج التي استخدمتها واختلافها باختلاف تحركات الرئيس الشهيد ومن عملوا على مراقبته، إضافة إلى الاستماع إلى إفادات من باعوا الأجهزة الخلوية وفقا لوثائق مزورة حيث استخدم المتهمون هويات مزيفة لتنتقل الإفادات إلى مرحلة أخرى تركزت على أبو عدس وكيفية تجنيده ومن عرفه، إضافة إلى إفادات لأصدقاء للمتهمين ممن عرفوهم وعرفوا عائلاتهم. أكثر من 80 شاهد مثلوا أمام غرفة الدرجة الأولى حتى الآن على أن يستكمل الإدعاء قضيته قبل أن يبدأ الدفاع بعرض قضيته وصولا إلى النطق بالحكم في الجريمة التي هزت لبنان والمنطقة في 14 شباط 2005. جال مدير عام الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الليلة الماضية على النقاط الأمنية في المناطق مشيدا بنجاح الخطة الأمنية. انتهاء احتفالات رأس السنة الميلادية ونجاح عملية حفظ الأمن والنظام التي نفذتها قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي اللبنانية إذ لم يسجل أي حادث أمني يذكر، وجه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص التهاني إلى الضباط والرتباء والأفراد الذين شاركوا في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الانتشار لتنظيم السير، وذلك على الجهود والإجراءات الميدانية التي بذلوها وبخاصة على الطرقات لتسهيل أمور المواطنين والسهر على راحتهم، الأمر الذي أشاع ارتياحا لدى اللبنانيين كافة. كما توجه لواء بصبوص بالشكر إلى قيادة الجيش اللبناني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى على الإجراءات التي قامت بها وحداتهم لحفظ الأمن والنظام خلال هذه المناسبة. وأضاف اللواء بصبوص إن قوى الأمن الداخلي إذ تجدد تهنئتها للبنانيين تتمنى لهم أن ينعموا بالاستقرار والطمأنينة وأن يعم السلام ربوع الوطن الحبيب. أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال جولة له على المراكز الحدودية أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من أزماتنا الداخلية. أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن أبرز الثوابت السياسية والوطنية أنه لنا عدوان، إسرائيل والإرهاب التكفيري وكل من يتعامل معهما، فهذان العدوان يخرقان أمن الوطن وسيادته وكرامة كل واحد منا يعيش على هذه الأرض الطاهرة. كلام اللواء إبراهيم جاء خلال جولة قام بها ليلة رأس السنة على المراكز الحدودية حيث التقى الضباط والمفتشين والمأمورين في مركز الناقورة وهنأهم بمناسبة الأعياد منوها بعملهم وبالمهمات التي يقومون بها مع رفاقهم على كل المستويات الوطنية والأمنية والإدارية. وشدد اللواء إبراهيم
إبراهيم أن المطلوب هو مواجهة التحديات بصف واحد مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية وبدعم من السلطات الرسمية ومؤازرة الشعب اللبناني، وبالتالي العمل على التخفيف من انعكاسات الأزمات الوافدة إلينا من الحدود والتي لا يمكن تلمس النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة الوطن إلا من خلال الحوار الداخلي، وهذه نتيجة خلاصة حتمية لكل ما مررنا به من تجارب على مر العقود. اقتصاديا، مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأمريكية يكشف أن 80% من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع لا يزال وضعهم المالي أسوأ مما كانوا عليه. تقرير باسل الخطيب. أطلق بنك بيبلوس بالتعاون مع الأيو بي نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأمريكية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للنصف الأول من العام 2015، وأظهرت النتائج انخفاض المؤشر في كانون الثاني وشباط وتحسنه في أذار، وأظهرت النتائج انخفاض المؤشر في كانون الثاني وشباط وتحسنه في أذار وتراجعه في نيسان وارتفاعه بشكل طفيف في أيار وحزيران. وبلغ معدل المؤشر الشهري 37 نقطة في الفصل الأول، أي دون تغيير عن الفصل الرابع من العام 2014، كما ارتفع بنسبة 4% في الفصل الثاني من العام 2015 إلى معدل شهري 39 نقطة. وعلى الرغم من التحسن في الفصل الثاني من العام 2015، اعتبر 80% من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع أن وضعهم المالي لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل 6 أشهر، في حين أشار 4% من المواطنين إلى أن وضعهم المالي الحالي هو أفضل مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وذكر 16% أن وضعهم المالي بقي على حاله. وحسب كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس دكتور غبريل، فإن القضايا الأساسية والأمنية لا تزال ترقي بثقلها على ثقة المستهلك، وأن المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في كانون الثاني بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود والخروقات الأمنية في طرابلس أثر سلبا على ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصل الأول من العام 2015. واعتبر أن الفشل المتكرر لمجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية والأفاق السياسية المسدودة الناتجة عن ذلك وعدم الاستقرار الوظيفي الناتج عن الركود الاقتصادي كلها عوامل أدت إلى تقويض ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصلين الأول والثاني من العام 2015. واعتبر غبريل أنه على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي أدى الأثر الإيجابي على ميزانيات الأسر لهبوط أسعار النفط المحلية بنسبة 30% وخفض تعرفة الاتصالات بنسبة مرتفعة واتساع حملة سلامة الغذاء لوزارة الصحة إلى تحسن في توقعات المستهلكين. أكثر من نصف قرن على انتقال مطار رفيق الحريري الدولي من بئر حسن إلى خلدي، شهد خلالها مراحل ازدهار ومراحل توقف عن الحركة. تقرير محاسن مرسل حلبي. حوالي 54 عاما مرت على انتقال مطار بيروت الدولي من منطقة بئر حسن إلى خلدي. هذا المطار الذي سمي سنة 2005 باسم مطار رفيق الحريري الدولي عاصرت قاعاته عقوده الخمس بأيام ذروة الحركة وشللها. سنة 61 كان أول مطار بالشرق الأوسط، كل المطارات هوليك هلأ سمع فيهم وعاملينهم طبعا كل الجوار قصة كبيرة، نحن كنا أول مطار. وما بين العام 1975 وهو تاريخ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية والعام 1990 شهد المطار تراجعا في حركة المسافرين بسبب الأحداث التي عصفت بلبنان في تلك الفترة. 74 صار عندنا المطار 1,740,000، يعني بهديك الأيام كان هيسرو ما كان، يعني كان عنده 7 ملايين، نحن كان عندنا 1,000,000 وشوي. تشيب الحرب صار نزلنا لل 400,000، من 1,700,000 نزلنا لل 400,000، رجع فتح عودي بال 77 صرنا نطلع 1,500,000 وهيك لحد سنة 82 كمان وقت الاجتياح الإسرائيلي رجع كمان، رجعنا لورا لأنه سكر كمان المطار، رجعنا لل 900,000، من 1,500,000 ل 900,000 صرنا 500,000 بال 84 85 86 هودي هالثلاث سنين كمان رجعنا كثير لورا، و 87 صرنا نرجع اكثر شيء هودي سنة 89 وقت الحرب ما بدنا نسمي مين ومين وقتها، سنة 89 و 90
أضرب شيء كانت نزلنا لل 200 ألف. ومنذ توسيع المطار سنة 1998 بدأت أعداد المسافرين عبره تتزايد إلى أن سجلت الذروة في العام 2014 حيث وصل العدد إلى أكثر من 6 ملايين مسافر. يعني بعد داش بعد شيء 16 سنة لحتى قطعنا 6 ملايين، هلا السنة رجعنا زدنا مليون صرنا بال 7 ملايين و 250 ألف تقريبا. وجوه وجنسيات عبرت هذا المطار، الشاهد على إنجاز من سمي باسمه وهو الشهيد رفيق الحريري والذي أصر على رفعه إلى أعلى مراتب المنافسة بين مطارات الدول المتقدمة. الإنجازات التي حققها مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبة واحتياجات هذا المستشفى عرضها المدير المكلف بإدارته حسن المصري والذي ناشد الدولة دعم مشروع توسعة المستشفى. أعلن المدير المكلف بإدارة مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلب عكار حسين المصري عن جملة من الإنجازات التي حققتها المستشفى خلال السنوات الماضية والاحتياجات عارضا لأبرز المشاريع المنوي إنجازها. جاء ذلك خلال جولة مع الإعلاميين في محافظة عكار على أقسام المستشفى والتجهيزات الجديدة التي قدمتها الحكومة التركية لإنشاء قسم العناية المركزة للكبار. أولا بدأنا بالحاجة الضرورية جدا وهي عناية حديثي الولادة، أيضا تمكننا من تأمين سكانر للمستشفى وتجديد الأشعة والمختبر ببعض الأجهزة الجديدة، لكن بقي أن هناك أقسام أخرى لها ضرورة. هناك منذ شهر آذار معالي وزير الصحة العامة قد أرسل مرسوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء محددا به بحاجتنا لمليون ونص دولار لصيانة المبنى الحالي وثلاثة مليون دولار لبناء مبنى ملاصق لبسعة 50 سرير، وهذا أقل شيء تحتاجه عكار. وشكر الراسي رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية في لبنان إبراهيم أربير والهيئة العليا للإغاثة ورئاسة الحكومة ووزير الصحة لأنهم ساهموا في تحديث المستشفى. تعليقا على التقرير الصادر عن الخبير البيئي والغذائي الياس عطل الياس المكلف من مجلس شورى الدولة دراسة ملف كميات من السكر الموجود في مرفأ طرابلس والتي أعلنت وزارة الصحة سابقا أنه غير صالح للاستهلاك، والذي خلص إلى أن البضاعة صالحة للاستهلاك البشري وأن نتائج العينات المسحوبة جاءت مطابقة للمواصفات، أعادت وزارة الصحة في بيان تأكيد كل ما جاء في كتبها السابقة لجهة عدم مطابقة السكر للمواصفات المطلوبة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية فرع الجراثيم. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. محاولة دهس جندي فرنسي جنوب باريس ورفع حالة التأهب في ميونخ. المعارضة السورية تتقدم في ريف حلب الشمالي واشتباكات عنيفة في الشيخ مسكي. أهلا بكم من جديد. قتل مستوطنان إسرائيليان وجرح 10 في عمليتي إطلاق نار وسط تل أبيب، فيما شيع الفلسطينيون 6 من شهدائهم بعد استلام جثامينهم من قوات الاحتلال. عمليات بحث واسعة عمت شوارع مدينة تل أبيب المحتلة لاعتقال منفذ هجوم على نادي للمثليين في المدينة، حيث قام المنفذ بإطلاق نار على النادي من خلال سلاح رشاش من نوع فالكون وهو غير موجود لدى الفلسطينيين، مما أدى إلى مقتل إسرائيليين 2 وجرح عدد آخر. وفي أعقاب الحادث أصيب إسرائيلي آخر بجروح خطيرة بمنطقة أخرى بتل أبيب بعد تعرضه لإطلاق نار، ما فاقم الوضع النفسي للإسرائيليين بالمدينة حيث تكاد تخلو الشوارع من المارة إلا من عناصر شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة التي تجوب الشوارع وتفتش بعض الأبنية بحثا عن المهاجم المفترض. من جانب آخر شيع آلاف الفلسطينيين جثامين 6 شهداء في محافظات رام الله والبيرة وجنين وطول كرم بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جثامينهم بعد احتجاز دام فترة طويلة إلى جانب عشرات الشهداء الآخرين. هذا وتحدى الفلسطينيون الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المنطقة
المنطقة وشاركوا في موكب التشييع الذي انطلق من وسط مدينة البيرة تجاه مقبرة الشهداء، رافعين شعارات تمجد الشهداء ومرددين هتافات تطالب بالسير على طريقهم. وفي سياق متصل استلمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جثامين 23 شهيدا أفرجت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 17 شهيدا من الخليل وشهيدة من نابلس وثلاثة شهداء من رام الله وشهيدين من جنين. ومع تسليم جثامين شهداء اليوم لا زال الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 16 شهيدا فلسطينيا منذ بداية تشرين الأول الماضي، هم 15 شهيدا من مدينة القدس وشهيد من مدينة البيرة. ألمانيا ترفع حالة تأهب في ميونخ ومحاولة دهس جندي فرنسي جنوب باريس على وقع إنذارات كاذبة بوجود متفجرات في موسكو وأمستردام. افتتحت غالبية عواصم العالم السنة الجديدة بحال تأهب قياسية جراء مخاوف من هجمات إرهابية محتملة، ولم ينقضي اليوم الأول من السنة من دون توتر أمني جديد في فرنسا. فقد حاول رجل أن يدهس بسيارته عسكريا قرب مسجد في جنوب باريس، فرد الجندي بإطلاق النار على السائق الذي لم يمتثل لأوامر الجيش بالتوقف. الشرطة الألمانية وبعد ساعات من التوتر رفعت حالة تأهب في ميونخ بعدما أخلت مساء الخميس محطتي قطار رئيسيتين في المدينة إثر ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن تنظيم داعش كان يخطط لاعتداء انتحاري فيهما بمناسبة السنة الجديدة. وأكد متحدث باسم قوات الأمن في عاصمة مقاطعة بافاريا أن العديد من عناصر الشرطة مستنفرون، وذلك سيستمر انطلاقا من مبدأ أن الخطر الإرهابي لا يزال مرتفعا. أما في روسيا فقد أجلت أجهزة الأمن نحو 2000 شخص من محطتين للقطارات في موسكو إثر تهديد بوجود قنبلة، ولكنها لم تعثر على شيء بعد تفتيش الموقعين. وفي هولندا اعتقلت الشرطة الملكية العسكرية شابا بريطانيا في 29 من عمره بعدما صاح بأنه يحمل قنبلة في أحد مطارات أمستردام. وفتشت الشرطة حقائب الشاب وجالت الكلاب المدربة على كشف المتفجرات في الموقع من دون أن يتم العثور على أي متفجرات. ولمناسبة حلول العام الجديد تعهد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون في كلمته للشعب البريطاني بمواصلة حكومته محاربة الإرهاب وملاحقة المحاردين على الكراهية، متوجها إلى المتطرفين بالقول لن تهزموننا. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية بريف حلب الشمالي قريبة من منطقة عزاز، فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة في مدينة الشيخ مسكين بدرعا. واستهدف الثوار بصواريخ الجراد معاقل النظام في المربع الأمني بمدينة اللاذقية. بعد المالكية فصائل المعارضة السورية وقوات كردية تسيطر على قرية تمب بريف حلب الشمالي بهدف الوصول إلى مدينة إعزاز ذات الموقع الهام في محاولة للسيطرة على ريف حلب الشمالي وللتقدم شرقا ليصل مقاطعتي عفرين بعين العرب ومن الشمال إلى الوسط، وخاصة العاصمة دمشق التي تتواصل فيها الاشتباكات في جبهات حي جوبر وتركزت في منطقة المتحلق الجنوبي من جهة مدينة زملكة وسط قصف مدفعي من قبل كتائب الأسد على منازل المدنيين في الحي. وفي الجنوب تستمر الاشتباكات العنيفة في مدينة الشيخ مسكين بدرعة وسط قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد على منازل المدنيين، بينما يقوم الثوار باستهداف معاقل الأسد بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون. أما في الساحل السوري فقد استهدف الثوار بصواريخ الجراد معاقل الأسد في المربع الأمني في مدينة اللاذقية، في حين قصف الثوار بقذائف الهاون تجمعات عناصر الأسد في جبل معاف وقسطل معاف بجبل التركمان. إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لوداريان خلال زيارة لقاعدة عسكرية في الأردن أن فرنسا نفذت ضربات جوية ضد مواقع نفطية في سوريا بالقرب من مدينة الرقة معقل تنظيم داعش الإرهابي. من جهة أخرى أفاد تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 55 ألف شخص قتلوا بسوريا في عام 2015، بينهم أكثر من 2500 طفل.
وسعت القوات الأمنية العراقية انتشارها في الرمادي التي استعادت السيطرة عليها يوم الاثنين، ووصلت إخلاء المدنيين بهدف تطهير الجيوب المحتملة لمسلحي تنظيم داعش الذي يشن هجوما من المحور الشمالي للمدينة. من جهة أخرى، أكد المرجع الشيعي علي السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أكد أن جهات داخلية وخارجية حاولت إشاعة الفوضى عبر استهداف المدنيين بالمفخخات والمتفجرات، مشددا على أنه آن الأوان لهذه الجهات لكي تعيد النظر في حساباتها وتترك هذه المخططات الخبيثة. تصدت طائرات الأباتشي والمدفعية السعودية لمحاولة تسلل أكثر من 100 عنصر من ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الميليشيات في المنطقة الحدودية بين السعودية واليمن. يأتي ذلك في وقت تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات برية من التحالف العربي من السيطرة على مدينة حرض في محافظة حجة الحدودية مع السعودية. إلى ذلك، أكدت مصادر أن قوات مشتركة من الجيش والمقاومة والتحالف تستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة تعز انطلاقا من قاعدة العند العسكرية شمال عدن. أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اعتقال المطلوب للجهات الأمنية مفيد بن أحمد حسن العمران في بلدة القضيح، وذلك بعد توفر أدلة على تورطه في إطلاق نار على دوريتين أمنيتين في محافظة القطيف. وأكدت الوزارة أن رجال الأمن السعوديين لا يتهاونوا في متابعة المتورطين وملاحقة ارتكاب أو المتورطين في ارتكاب الأعمال الإرهابية وملاحقتهم وبارتكابهم الجرائم الجنائية للقبض عليهم لكي ينالوا جزاءهم العادل. بدأت سلطات دبي تحقيقا لكشف أسباب الحريق الضخم الذي التهم فندق العنوان مساء يوم الخميس، مؤكدة أن الحادث أدى إلى 16 إصابة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة. قبل ساعات من الاحتفالات الضخمة لاستقبال العام الجديد، اتجهت أنظار العالم إلى دبي بفعل الحريق الضخم الذي التهم فندق العنوان داون تاون المجاور لبرج خليفة. الحريق أدى إلى عدد من الإصابات التي نجمت في غالبيتها عن تدافع المواطنين والسياح خلال إجلائهم من المبنى وسط حال من الهلع والذعر في صفوف نزلاء الفندق ومئات آلاف الأشخاص الموجودين في المباني المحيطة به. في الواقع قلنا ننتظر الألعاب النارية في برج خليفة عندما شاهدنا سحب دخان الحريق الضخم الذي التهم الفندق وسمعنا دوي انفجارين، كان الأمر مخيفا. ألسنة النيران اندلعت بداية في الطوابق السفلية من الفندق المؤلف من 63 طبقة وسرعان ما تمددت إلى الأدوار العليا بفعل الرياح، ولم تتأخر سلطات دبي في السيطرة على الحريق بالكامل بمشاركة مروحيات تابعة للدفاع المدني، مؤكدة أن الحادث عرضي وليس مدبرا، مع التشديد على أن الإجراءات الأمنية في دبي تتسم بالدقة واليقظة. قتل 15 شخصا وجرح 3 عندما غرقت عبارة في نهر النيل شمال مصر، وتتواصل جهود البحث عن ضحايا أو ناجين جدد، فيما لم تحدد السلطات المصرية بعد عدد الركاب الذين كانوا يستقلون القارب لحظة غرقه، ويرجح أن تكون الحمولة الزائدة أو سوء الأحوال الجوية سبب الحادث. تبنت حركة طالبان الأفغانية هجوما انتحاريا استهدف مطعم لوجاردان الفرنسي في كابول، والذي يرتاده عادة دبلوماسيون أجانب ومسؤولون أفغان، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية أو المادية التي خلفها هذا الهجوم. مزيد عن أحوال العاصفة في هذا التقرير للارا منيف. ما في شي بيوقفك مع ألفا 4x4، لخطوط ألفا بريبيد 400 ميجا بايت، 4 ساعات حكي كل 30 يوم على رقم مفضل بالويك أند، 40 دقيقة حكي و 400 اس ام اس بس $12. العرض محدود. بونسوار وهابي نيو يير لكل المشاهدين. مع بداية نهاية المنخفض الجوي فلاديمير، طقس متقلب عم بكفي تأثيره على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة وشمسية، اليوم رح نعلن عن اسم الرابح لشهر كانون الأول وهو إبراهيم عبود. أما بالنسبة لموضوع شهر كانون الثاني فرح يكون الجمل اللي منشوفها على الشاحنات. وهلأ رح
ننتقل لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية. برجع بنتقل على طقس لبنان، ورح بلش من الرباط مع 20 درجة، 21 بتونس، 16 بالقاهرة، بغداد 11 درجة، 5 درجات بدمشق، 12 بالقدس، الكويت 17 درجة، 24 بالدوحة، وبختم مع الرياض 20 درجة. برجع لطقس لبنان لبكرة السبت، طقسنا لنهار واحد رح يتحول لصحو مع انخفاض بدرجات الحرارة، ومنحذر من خطر تكون الجليد بالمناطق الجبلية والداخلية. على الساحل لبكرة الحرارة عم تتراوح بين 4 و 12 درجة، بالجبل عم تتراوح بين درجتين تحت الصفر و 3 درجات، أما بالداخل بين 3 تحت الصفر والخمس درجات. تفاصيل أكثر عن الحرارة بالمناطق اللبنانية بنشوفهم سوا الخريطة، ورح بلش من عكار مع 9 درجات على شبة طرابلس، وأيضا بالكورة 3 درجات تحت الصفر بالأرز، الهرمل 5 درجات، 8 بالقاع، 0 ببعلبك، 5 برياق. من المناطق الشمالية بنتقل عجبال مع 7 درجات، درجتين تحت الصفر بميروبة، 12 بجونية وبعبدة، بيروت كمان 12 درجة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، الحرارة عم تكون مدنية بكل المناطق اللبنانية، 3 درجات بزحلة، 5 بشتورة، 8 درجات بعنجر، 10 درجات بمشغرة، مع طقس غائم جزئيا، جزين 17، 9 بمرج عيون، 10 بنت جبال ورشية كمان 10 درجات، بيت الدين 7 درجات، والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا مع 11 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس 3 أيام اللي جايين؟ لبكرة بس طقسنا رح يكون صحو، ولكن انخفاض بدرجات الحرارة لتتراوح بين 6 و 12 درجة، نهار الأحد تتراوح بين 10 و 14، والتنين ارتفاع بالحرارة لتوصل أقصاها ل 18 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 8 درجات تحت الصفر و 3 درجات تحت الصفر. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتوا لنا صوركم على انستغرام وعلى فيوتشر تي في ابلكيشن، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. العاصفة فلاديمير بلغت ذروتها، والثلوج لامست 500 متر وتنحسر غدا مخلفة تدنيا في درجات الحرارة. لبنان والعالم يحتفلان بحلول السنة الجديدة، وعظات القداديس ترجو السلام والطمأنينة. قتلان إسرائيليان وعدد من الجرحى في عمليتي إطلاق نار وسط تل أبيب. من سلمان ومني ومن فريق العمل نتمنى لكم عام سعيد وبقية سهرة دافئة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.